أعزائي مشاهدي ومتابعي الوفد لايف في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لايف جديد وحكاية جديدة من حكاوي القارة السمراء، وهي قصة أو حكاية 25 مايو. ليه الشباب والشعب الأفريقي بيحتفل ب 25 مايو؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال الحكاية اللي هنحكيها لكم. طيب، 25 مايو ده سنة 1963 اتأسست منظمة الوحدة الأفريقية اللي هو حاليا اسمه الاتحاد الأفريقي، اللي مقرها في أديس أبابا في دولة أثيوبيا. طيب، شكل القارة كان ايه قبل التاريخ ده، وليه الشعوب الافريقية بتحتفل بالتاريخ ده بالذات؟ القارة الافريقية عانت كتير من الاستعمار، شهدت استعمار دمر الدول الافريقية، حصل فيه نهب وسرقة وتعذيب واغتصاب وتدمير وسرق ثروات ونهب ثروات كتيرة. في دول غربية كتيرة جدا استغلت القارة الافريقية من العقود الماضية، وقدرت تستغل القارة، وقدرت ان هي تحط ايديها بقوة وتستغلها من الاستعمار، استغلتها استغلال سيء جدا. فكان في تفرقة عنصرية، كان في تجارة الرقيق، وكان في تجنيد اجباري وعمل اجباري. دي اللي هنحكيها لكم بالتفصيل خلال الحلقات القابلة المقبلة. هنحكي لكم كل قصة وكل دولة عانت من ايه، وايه هي الدول دي بالتحديد، وش معنى القارة الافريقية اللي تم استغلالها الاستغلال الأسوأ، وليه 25 مايو. 25 مايو ده احتفال بيحتفل به كل الشباب الأفارقة، لأن كانت معظم الدول الأفريقية نالت استقلالها وأصبحت دولة ذات سيادة اللي بيحكمها أفريقيا أفريقيا. وكانت في ساعتها قبل ما تنال استقلالها، كان في اجتماعات سريه بتتم من قبل رؤساء الدول، ما كانوش رؤساء الدول، كان ساعتها اسمهم حركات التحرر، كان اسمهم حركات التحرر الافريقي. الحركات دي كانت بتعمل اجتماعات كتيره جدا، اجتماعات سريه، عشان تقدر تحرك الشارع، ويقدروا ان هم يطردوا اي مستعمر ويقولوا لهم كفايه، احنا عايزين نعيش في استقلال، عايزين نستقل بذاتنا، عايزين يبقى لينا صوت دولي زينا زي الدول الاخرى. وبالفعل مصر لعبت دور قوي في الجمعيه الافريقيه اللي ده مقرها موجود في الزمالك، واقر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر انه يبقى المقر ده مقر الاجتماعات السريه لحركات التحرر الوطني، اللي كان من ضمنهم اللي كانوا بيأتوا في الاجتماع ده كان احمد تكتوري ونكرومه وكنياتا، وكان من كمان الامبراطور هايلي سلاسي اللي هو الامبراطور الاثيوبي اللي هو اول واحد تولى رئاسه منظمه الوحده الافريقيه. بالفعل كان بينعقد اجتماعات سريه كتيره جدا، كان من ضمنهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكان بيبقى فيه دعم الاسلحه ودعم كبير جدا من مصر عشان تحرر القاره الافريقيه والدول الافريقيه من الاستعمار اللي دمر ونهب وسرق وعيش القاره الافريقيه في ظلم وقهر. الشباب الافارقه كانوا بيظلموا، شباب افريقيا غنيه بالثروات، ورغم ان هي غنيه بالثروات ولكن كانت دايما مسروقه ومنهوبه من قبل الدول الغرب. كان صوت الرصاص بيحيط كل بيت، كان التجنيد الاجباري كان بيحيط كل بيت، كل بيت في افريقيا ومن كل الدول الافريقيه كان في كل بيت كنا بنلاقي فيه تجنيد اجباري، كنا بنلاقي ان الشباب الافارقه بيجندوهم ويربطوهم بسلاسل بياخدوهم لدول ثانيه عشان تحارب حروب اجباري. كانوا بيحبوا تحط وضعهم في اي دوله، اي مطمع شايفينه في الدوله دي كانوا بيروحوا، خلاص احنا الدوله دي بتاعتنا. وده اللي كان بيحصل بالفعل زمان. عشان كده اول ما بدات الدول الافريقيه تنال استقلالها، قرروا ان هم يعملوا اجتماعات كتيره، اللي هم زعماء القاره يعملوا اجتماعات كتيره، وكان ساعتها كل زعيم في الدوله دي اول ما الدوله دي بتنال استقلالها كان هو بيبقى رئيس الدوله. وحصل ان هو احنا لقينا ان في 30 دوله نالت استقلالها، و30 دوله عقدت اجتماع كبير في اديس ابابا سنه 22 مايو 1963، واقروا ان هم يقروا بميثاق الدول الافريقيه، ميثاق منظمه الوحده الافريقيه، وان كل الدول اللي نالت استقلال ان هي تمضي على الاقرار ده وتبقى عضو في الدول الافريقيه، وينعقد اجتماع سنوي ليها عشان يقدروا ان هم يبقى ليهم صوت، وان افريقيا حيه، افريقيا موجوده. لينا قصص كثيره عن القاره الافريقيه، في قصص كثيره عن منظمه الوحده الافريقيه، شكل الدول الافريقيه كان قبلها ايه، ايه هي الدول اللي استعمرت بالتحديد، ازاي ان احنا قدرنا نوصل ان احنا يبقى عندنا منظمه الوحده الافريقيه اللي هو الاتحاد الافريقي حاليا. دي اللي هنحكيها لكم خلال الساعات المقبله او الايام المقبله، خليكم معانا. كانت معكم رندا خالد، مسؤوله الملف الافريقي ببوابه الوفد الالكترونيه.